تشرب قهوة يا باشا عشان تهدى أعصابك يا باشا. مش عايز قهوة، أنا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده أشرب من دمه. نفسي أسألك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا أديك. اسأل يا محمد. اسأل. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحة يا محمد أنا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. أنا أجرودي. أجرودي. أنا إيه؟ أجرودي. أخلص يا محمد، أنا بس اللي أقول أجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة هات الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة! ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. أهلا يا عسل. منور. متشكر. هات لي عيال الطلبة اللي بره بسرعة. أمرك يا باشا. خش انت هو. طلب يا باشا. أي. أي أي يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. يا حبيبي انت هو. مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة! حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك، بعدين الحاجه بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك سامحني، سامحني وخلينا اروح. عايز اسامحك؟ هسالك شويه اسئله بس لازم تجاوب عليا بصراحه وبشفافيه. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية يا فندم، وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان جنينة الحيوانات. السؤال التاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة، حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بات عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربت يا فندم. تيتا ما كانتش بتحبني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي. يا محمد محمد بلاش محمد بلاش محمد بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصريين. إيه النور الجامد ده؟ هما عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر.
انتوا ايه؟ انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم. امري. احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في اسمك. انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه؟ هات ايدك يا كريم، هات يا خالد. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنت رجاله وانا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى في بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر تبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. هحرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني، فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاعه دي؟ بس مش هينفع. هلف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكوا كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى ولا انت وهي. يا نهار اسود. راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودا يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا بلدي يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسارتك، خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم، خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بنزفت.